السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you زينب؟ This is your homework from سورة المدثر. إن شاء الله I will recite for you from آية number 1 to آية number 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فطهر.